مرحبا بكم، كيف حالكم؟ من الصديق الذي ظهر يا أصدقائي في المرة السابقة؟ نعم، هذا هو الصديق، صحيح. اليوم سننطلق في رحلة القصة مع هذا الصديق. ترى هل سيظهر اليوم صديق جديد أم لا؟ هل ننطلق في رحلة القصة مع هذا الصديق بالقلوب المتطلعة؟ كل أصدقائنا متحمسون، ومن إحدى النواحي ظهرت طفلة. أنا من أسرة هذا الصديق وأريد أن أدعوكم إلى بيتنا الجديد، قال الطائر. يا سلام، حقا أتطلع لهذا جدا. أنا أيضا أتساءل كيف يبدو البيت الذي يسكن فيه الإنسان، قال الطفل. طبعا، هيا نذهب، يوجد الكثير من الأشياء اللذيذة. من الصديق الجديد الذي ظهر هذه المرة؟ نعم، إنها طفلة. يا سلام، إذن اليوم هيا نرسم هذه الطفلة. الآن مثل المرة الماضية نفس الدائرة لنرسم الوجه، وتحتها مستطيل صغير لنرسم الرقبة، ونرسم الجسم هكذا للأسفل بشكل دائري. نرسمها بشكل نحيف أكثر من الطفل الذي رسمناه في المرة السابقة. والآن هيا نرسم شعر الرأس. رسمنا الشعر الأمامي للطفلة بشكل دائري مختلفاً عن شعر الولد. هيا نرسم الشعر المربوط. هكذا فوق الرأس نرسم بشكل دائري ثم ننزل للأسفل، وهنا أيضاً لهذه الناحية نرسم لكي يتقابلا. وهكذا رسمنا الشعر المربوط، ويمكن أن ترسموا إذا تريدون في هذه الناحية أيضاً. ثم نرسم الأذنين بشكل دائري صغير. والآن هيا نرسم ملامح الوجه. العينان الضاحكتان والأنف والفم. هذه المرة رسمنا فمًا يضحك بشكل كبير. نعم، بعد ذلك هيا نرسم الذراع. نرسم مستطيلاً طويلاً هكذا لتكون اليد مرفوعة. وهذه المرة نرسم اليد الأخرى للأسفل هكذا. نستطيع أن نرسم هذا، صحيح؟ صحيح، وهذه المرة هيا نرسم الخلفية على شكل مثلثات. وكالمرة السابقة، بعد قليل سنلون هذه بالأوراق الملونة. والآن هيا نلون الإنسان. هذه المرة أيضاً نبدأ بتلوين الجلد. والآن هيا نلون الأذنين. ثم نلون الوجه جيداً هكذا، والرقبة أيضاً. بعد ذلك نقوم بتلوين اليدين. والآن اكتمل تلوين الجلد. بعد ذلك نقوم بتلوين شعر الرأس. هذه المرة ألون باللون البني.
وهنا سألون باللون الأسود للشعر المربوط في هذه الناحية. وأنتم يمكنكم تلوينه باللون الذي تريدونه. نعم، تمام. بعد ذلك نلون داخل الفم. الفم الذي يضحك بشكل كبير نلونه باللون الأحمر. بعد ذلك هيا نقوم بتلوين الملابس. سنلونها باللون الأصفر الفاتح هذه المرة. الذراع هكذا فاتحة. والجسم نلونه باللون الوردي. ما هو اللون الجميل لملابس البنت؟ هيا، يمكنكم أن تقوموا بتلوينها كما تريدون، ويمكنكم أن تخلطوا الألوان أيضاً. هيا نحاول خلط لون مع اللون الوردي. الآن انتهى اللون الوردي. هيا نضع فوقه اللون البرتقالي الفاتح بشكل خفيف. نعم، رائع، لأنه لون فاتح أيضاً. هيا، حاولوا أن تخلطوا اللون الذي تريدون خلطه. والآن، هيا نستخدم الأوراق الملونة لتلوين الخلفية بشكل المثلثات هذه المرة. من هذه الناحية نقص هكذا فقط ليصبح مثلثاً، صحيح؟ ثم نقص هذه الناحية أيضاً، وهذه الناحية أيضاً. وهنا أيضاً، إذا نقص هكذا يصبح مثلثاً مباشرةً. هيا نقص اللون الأصفر أيضاً. هذه المرة قصصنا بشكل أكبر ليكون مثلثاً أكبر. هذه الناحية أيضاً نقص بشكل أكبر ليكون مثلثاً أكبر هكذا. وهكذا نقص بشكل صغير ليصبح مثلثاً أصغر. واو، قصصناها جيداً وبشكل سهل. بعد ذلك هيا نضع الصمغ ثم نلصقها. نفتح غطاء العبوة ثم نضع الصمغ على الجانب الخلفي، ثم نلصقها في المكان الذي نريده. ثم نلصق المثلثات الصغيرة أيضاً، وهكذا نلصق كما نريد في الخلفية.
يبدو أن الطفلة سعيدة وتضحك أكثر. أخيراً سألصق آخر واحدة، وفوقه يمكن أن نرسم مثلثاً أيضاً. والآن اكتمل كل شيء يا أصدقائي، ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ ظهرت الطفلة بعد الطفل مباشرة. يا أعزائي، لا تعتقدوا أن رسم الناس صعب، فشكل الرأس والملابس واليد وملامح الوجه تتغير بحرية كما تريدون. أراكم في المرة القادمة يا أصدقائي. إلى اللقاء يا أصدقائي الأعزاء.